السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر تامر مصطفى. هنكمل يونت 17 أو يونت 17 من المنهج بتاع تالتة ثانوي. إحنا كنا شغالين على التمني في زمن المضارع أو البريزنت، وكنا عمالين بنوضح الفرق بين الكود والود. عملت لكم أنا قلت الخلاصة، يمكن استخدام كود مع جميع الضمائر خاصة إذا كان فاعل الجملة التانية I و we، اللي هو الجملة التانية بتاعت إيه بعد وش. لا يمكن استخدام would إذا كان فاعل الجملتين واحد، ولا يفضل استخدامها إذا كان فاعل الجملة التانية ال I وال we. ده اللي إحنا قلناه. طيب لما أجي أتكلم عن التمني بقى في الشكل التاني أو النوع التاني اللي هو في المضارع، اللي هو قال لي رقم اتنين، قال لي التمني في المضارع، التمني في زمن المضارع. قال لي بص، عاملة زي قاعدة اف الحالة التانية، قاعدة اف الحالة التانية اللي هي بتاعت ماضي بسيط ود والمصدر، كانت بتعبر عن ايه؟ مش كانت بتعبر عن استحالة في زمن المضارع؟ دي نفس الكلام، انا بتمنى شيء مش موجود يبقى موجود، او بتمنى شيء موجود ما يبقاش موجود. زي ما اقول لك ايه، انا فقير I am poor، اتمنى ان انا لو كنت غني. يبقى ساعتها كنا بنقول if I were rich. نفس الكلام هنا، الموضوع تقريبا واحد. طب ازاي؟ ركز معايا. قال لي التمني في المضارع اللي هو بيعبر عن استحالة شيء في المضارع، يبقى انا دايما بتكلم في عكسه، بتكلم في عكس الشيء اللي موجود. قال لي بعمل ايه؟ قال لي لما باجي اتمناه، قال لي نرجع بالزمن خطوة للوراء. قال لي يبقى انا شغال في التمني على الزمن اللي ابعد من المضارع، اللي هو مين؟ قال لي ماضي بسيط. طب اديني مثال كده بسرعة قبل ما انسى. اقول لك، لو انا جيت قلت لك، بص يا عم الحاج خليك معايا فوق، لما اجي اقول لك I don't، ركز معايا وما تنامش، I don't speak French، انا مش بتكلم فرنش، مش بتكلم فرنساوي، بتمنى ان انا اكون بتكلم فرنساوي دلوقتي. هم قايل لك I wish، يا ريتني، لو I spoke French. شفت؟ يبقى انا تاني اقول لك تاني، I don't speak French، انا مش بتكلم فرنساوي، انا مش بتكلمه، ده الواقع بتاعي. لما اتمنى بقى بقول يا ريتني كنت بتكلم فرنساوي دلوقتي. قال لي يبقى انت مش هتتكلم في نفس الزمن، هترجع بالزمن خطوة لورا. طب بخطوة لورا دي اللي هي هتبقى ايه؟ قال لي الزمن الاصلي عندك ايه؟ قلت له مضارع بسيط. قال لي ارجع بقى على طول اللي قبليه على طول، يبقى ماضي بسيط. يبقى تاني لما اجي اقول لك I don't speak French، انا مش بتكلم French. If I wish او if only I spoke French، يا ريتني كنت بتكلم فرنسي. طيب بص الجملة التانية، اديك جملة تانية. بص يا دكتور، خليك معايا يا دكتورة. I can't، ركز معايا، I can't swim، انا مش بعرف اعوم. بص بقى ما قايل لك ايه، I wish I could swim، او بدل I wish ممكن اجي اقول لك if only I could swim. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الناس هتيجي تقول لي ايه ده، مش احنا كود بنستخدمها في المستقبل؟ قلت له بس عندك ليها استخدامين يا دكتور، خليك معايا يا باشمهندس. بيقول لي ان ممكن كود تعبر عن تمني في المضارع، لان الاصل بتاعها هيبقى كان مش اصلها كان، ولما اجي ارجع خطوه لورا بكان تبقى كود. قال لي
قال لي وليها استخدام مستقل بنفسه ان هي تعبر عن تمني في المستقبل زي ما قلنا قبل كده. يبقى تاني يا جماعة، يبقى التمني في المضارع ما بستخدمش في التمني الزمن اللي انا عليه، لا برجع بالزمن خطوة لورا. لو الزمن اللي انا فيه مضارع يبقى برجع خطوة لورا، فيبقى انا شغال على الماضي. هتقول لي طب بالنسبة لكود، قلت له كود شغالة مع نوعين من التمني، يا اما في المضارع عدم قدرة في المضارع، يا اما بتمنى مقدرة عمل شيء في الفيوتشر زي ما قلنا في الورق اللي قبل كده او البيجز اللي قبل كده. طيب بعد كده هروح للنوع الثالث اللي هو التمني في الماضي. نفس الفكرة، لو فهمت معايا التمني في المضارع اللي هو استحالة وجود شيء في المضارع وبرجع بالزمن خطوة لورا، هتفهم الماضي بسهولة جدا. بيج نمبر 5. بص يا دكتور، لما اجي اقول لك النوع الثالث التمني في الماضي، نفس اللعبة يا دكتور، يبقى استحالة، ركز معايا، استحالة حط تحتها من الخط وجود شيء في الماضي، يعني حاجة ما كانش ليها أصل أو وجود في الماضي سواء بالنفي أو بالإثبات، يعني حاجة حصلت كنت أتمنى إن هي ما كانتش تحصل، أو حاجة ما حصلتش كنت أتمنى إن هي تحصل. يعني ممكن نقول بالبلدي كده مع بعض إن هي ممكن تعبر عن الندم. قال لي نفس اللعبة، نرجع بالزمن خطوة لورا، للوراء. قال لي يعني معنى كده ان احنا شغالين على ايه؟ قلت له ماضي تام. ما هو ده الابعد منه، الماضي التام. طب ازاي؟ قال لي لما اجي اقول لك مثال بسيط قوي. بص يا دكتور، I wasted my time، انا ضيعت وقتي yesterday، امبارح. اتمنى لو انا ما كنتش ضيعت وقتي، هو قايل لك كده، يبقى I wish، يا ريتني. I hadn't، خلي بالك اثبات نزل نفي، والنفي بينزل اثبات بعكس على طول على طول. I wish I hadn't wasted my time yesterday، وبكمل، يبقى شغال على الماضي التام. طب خد مثال تاني، لما اجي اقول لك بص بقى العكس، I didn't read the exam questions، أنا ما قريتش أسئلة الامتحان carefully، بعناية. يبقى يا ريتني كنت قريتها كويس، يبقى I wish أو if only. I هنا خلي بالك الجملة منفية، بص هتنزل ازاي، يا ريتني كنت قريتها، العكس، I wish I had read them carefully. خلاص يا جماعة، يبقى أنا شغال على ثلاث أنواع من التمني، عندي مضارع، عندي ماضي، وطبعا قبليهم اشتغلنا على المستقبل، يبقى مستقبل مضارع ماضي. المستقبل اشتغلت على الكود والود وقلت الفرق بينهم، ان انا عندي مع كود الفاعل في الجملة الاولى والفاعل في الجملة التانية، ود الفاعل مختلف، كود دايما بتميل ان الفاعل في الجملة التانية يبقى الاي او الوي، قلت في المضارع والماضي بتكلم في استحالة، استحالة وجود شيء في المضارع يبقى أنا شغال على الأبعد منه ماضي بسيط، استحالة في الماضي يبقى أنا شغال على الأبعد منه اللي هو الماضي التام اللي بيعبر عن الندم. برجع بالزمن خطوة لورا، برجع بالزمن خطوة لورا يا جماعة. فاصل وهنرجع مع بعض تاني نقول شوية نوتس أو شوية ملحوظات على اليونت. اليونت هنا يعتبر خلص، بس في شوية ملحوظات بسيطة كده هنقولها مع بعض.